قدم صباح اليوم الأمين العام للفيدرالية التشادية لسباق الدراجات أبو بكر مصطفى حديثا صحفيا يخبر فيه الرأي العام بخبر وصول المتسابقين في سباق الدراجات النارية إلى مدينة أنجمينا قادمين من مدينة جالندنج، وذلك بعد المشاركة في أعمال البطولة. جزء من حديثه. الرئيس الجمهورية هو كل ما أصبح يشجع للشباب، فشنداننا ما قصرنا، هو أنتنا تقريبا 200 وزيادة دراجة، فده عدنا المعدات ده عشان نقوم ونكون في الميدان عشان نعمل الجهد. وبعدين الشيء ده اليوم أول اختبار، ممكن في السنوات الجاية إن شاء الله نقدر نسوي أزيد من ده. السباق سوينا من سار لقيت حسا اليوم ناس راقدين في جيلندنج أمباكر يجون جنبنا، ما عندنا صعوبة كثيرة. أمباكر ممكن ناس ده يجوا حوالي الساعة 11 ساعة 10 11، ونطلب من كل السكان القاعدين في الجوار الشعري يمرقوا كتار عشان بلاقوا للناس السيكليست ده، ويجوا يقفوا في قدام ميري سنترال بحضور أنا مثل منستر ديال جنس سبور ومال مير أنا المدينة النمّينة.